نوسة الجبالي ابنة قرية الإسماعيلية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، تلك الفتاة التي تحدت إعاقتها لتحقق حلمها نحو العالمية. نقطة التحول عندي كان عنده مدرسة في الإعدادي كانت بتخيل عليا قدام زمايلي، واليوم ده أنا قررت إن أنا خلاص يعني أنا فقدت الأمل وقلت مش هخرج تاني وخلاص وخلاص، بس بابايا قال لي أنت اللي تخلي الناس تفخر بك أو تسخر بك. البطلة الدمياطية تؤكد أنها لا تعرف الاستسلام وتحلم بأن ترفع علم مصر في المحافل الدولية رافعة علم بلدها مصر. أنا بطلب من وزير الشباب والرياضة إن هو يعمل اتحاد للأقزام، يكون في إحنا أنا ألعب مع اللي زي أنا الوقت مظلومة، يعني الوقت أقل وزن في مصر وبلعب مع ميزان مش ميزاني وبلعب مع ناس هي غير خالص. أول مشوار كان في الرياضة كان في معهد فن الجاري، ورحت شاركت لعبت مع ناس أسواق ما كانش ذوي احتياجات خاصة، قالوا لي انت اللي زيك بيسافروا بره وبيبقوا أبطال عالم، قلت لهم أنا، قالوا آه، فلعبت مع ناس أسواق جدا عادي مش هم مش ذوي احتياجات، فلعبت فطلعت عليهم المركز الأول في دفع الجلة والجري 100 متر، فلجنة التحكيم قالت لي لو منتخب مصر شافوكي مش هيسيبوكي، فإن أنا أدور إزاي إن أنا أروح ألعب في نادي إيه أما أنا كده، فكابتن صبري شافني وخدني في جمعيه الرياضيين المتحدي الاعاقه ان انا بلعب بخلالها الوقت واللي انا خدت البطولات باسمها. والد البطله الدمياطيه يقدر دور اهل القريه في دعم ابنته واحتضانهم لها، ويعرب عن امله في ان تحقق بطولات جديده في المستقبل القريب. كنت بخاف اخرجها وهي كمان كانت بتخاف تخرج من الناس. دلوقتي البلد بقريتنا هنا اللي قريه الاسماعيليه بلد طيبة جدا، ناس طيبين جدا ومحترمين جدا، يعني مش عايز اقول لحضرتك ان هم ساعدوني كمان في تربيتها لدرجة ان البلد كلها بتحبها، هي بتحب البلد قوي قوي مرتبطة بيهم وهم مرتبطين بيها. مدرب نوسة الجبالي يشيد بعزيمتها واصرارها على التدريب متحدية الاعاقة من اجل ان تحقق حلمها في لعبة رفع الاثقال وتمثيل مصر عالميا. الرقم العالمي بالنسبة لها مثلا 105 أو 102، فهي حاليا المنتخب طلب منها 70، وهي الحمد لله حققت الرقم ده إن شاء الله وحطمته بإذن الله، وإن شاء الله إن شاء الله التدريب القادم ده كله بإذن الله في مجال إن هي تحقق 105 وإن شاء الله 110 وال120 وإن شاء الله تحقق رقم عالمي ما توجدش بإذن الله.